نشرة الأخبار على الحياة فم. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فم، والبداية بالعناوين. قيس سعيد يؤكد على ضرورة وضع حدا للفساد الذي ينخر الصحة العمومية. والجرندي يلتقي وفدا عن المنظمة الفرنكوفونية ويؤكد جاهزية تونس لاحتضان قمتها المقبلة. من العناوين إلى التفاصيل، حيث أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس السبت زيارة إلى مستشفى الرابطة بتونس العاصمة، قام خلالها بجولة تفقدية في عدد من الأقسام الطبية واطلع على ظروف عملها. وأكد سعيد بالمناسبة على ضرورة وضع حد للفساد الكبير الذي ينخر منظومة الصحة العمومية على حد قوله. وأشار سعيد إلى وجود عديد النقاص على مستوى الأقسام في المستشفى، مؤكدا على ضرورة وجود دوريات أمنية لتأمين المستشفى وإعادة التنظيم على مستوى الإدارة. اختتمت يوم السبت فعاليات الأيام التحسيسية للتبرع بالأعضاء بولاية كاف التي نظمها المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء تحت إشراف وزارة الصحة، وذلك بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بكاف والمعهد العالي لعلوم التمريض بالجهة وبمساهمة إدارة الشرطة الفنية والعلمية بتونس. وتواصلت هذه الفعاليات على مدى يومين بمشاركة أطباء مختصون وإطارات شبه طبية ومتطوعون من جمعية طلبة الطب لتوعية المواطنين بالتبرع بالأعضاء وتقصي الأمراض المزمنة والأمراض المسببة لمرض الكلى. كما قام فريق جراحين من مستشفى الرابطة بإجراء 14 عملية وصلة شريانية وريدية لفائدة مرضى القصور الكلوي بالجهة. وتولى أعضاء فريق الشرطة الفنية والعلمية تقديم عرض حول بطاقة تعريف متبرع والآليات والأهداف النبيلة لإدراج صفة متبرع. في موضوع آخر، استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي يوم الجمعة وفدا من المنظمة الدولية وفق بلاغ نشرته وزارة الخارجية أمس السبت. وأكد الوزير على جاهزية تونس التامة لاحتضان هذه التظاهرة الدولية الهامة وتوفير أفضل الظروف لنجاحها على جميع المستويات المادية واللوجستية وفيما يتعلق بالمحتوى، لتمثل قمة تونس مرحلة محورية في التعاون الفرنكوفوني لا سيما وأنها تتزامن مع الاحتفال بذكرى خمسينية الفرنكوفونية. كما تلت هذا اللقاء جلسة عمل بالوزارة تم خلالها التباحث حول جدول أعمال القمة ومضمونها والوثائق التي ستنبثق عنها، بالإضافة إلى أبرز محاور البرنامج العام بما في ذلك التظاهرات الموازية ذات الصبغة الثقافية والاقتصادية على غرار قرية الفرنكوفونية والمنتدى الاقتصادي للفرنكوفونية. في أخبار العالم، قالت الرئاسة اللبنانية يوم السبت على تويتر أن الرئيس ميشيل عون تسلم رسالة خطية من الوسيط الأمريكي بشأن مقترحات لترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال. ويخوض لبنان والكيان المحتل مفاوضات بوساطة أمريكية لترسيم حدود بحرية مشتركة في تطور من شأنه أن يساعد في تحديد موارد النفط والغاز التي تخص كل جانب وتمهيد الطريق لمزيد من عمليات التنقيب. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. قيس سعيد يؤكد على ضرورة وضع حد للفساد الذي ينخر الصحة العمومية. والجرندي يلتقي وفدا عن المنظمة الفرنكوفونية ويؤكد جاهزية تونس لاحتضان قمتها المقبلة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وفي أمان الله.